يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الحب، يا مساء الفرح، يا مساء كل يوم جديد فيه خير جديد. وجملتي الشهيرة رب الخير مش بيجيب غير كل الخير. وطبعا أحداث جائحة الكورونا اللي احنا عايشينها دي كلها بنشوف ناس كتير بتروح، ناس ما بقيناش أعداد، بقت ناس نعرفها للأسف. بس أكيد اللي جاي هيكون أحسن واللي جاي هيكون أفضل. موضوع حلقة النهاردة هيكون معايا فيها دكتور عبد العال دياب، استشاري جراحة التجميل ومشرف قسم جراحة الوحدة ضد الحروق بمستشفى دكتور عاطف نور الدين. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الحروق والوقاية منها. أهلا بيك يا دكتور، منورني اهلا ومشرفني. بيكي، ازيك؟ عامله ايه؟ يا ازاي رب تكون حضرتك بخير. يا وانا دكتور؟ سعيد بالمقدمه اللي هي بتحاول تشيل الحزن شويه مننا بسبب وفيات كورونا او الاصابات او الظروف اللي احنا بنعيش فيها. احنا فعلا محتاجين يعني لمسات تفاؤليه عشان نعدي من الموضوع ده، وان شاء الله هيعدي على خير عن قريب باذن الله. المشكلة يا دكتور لما بنشوف بس ناس بتروح مننا بتكون عزيز علينا، هي دي فعلا أصعب كده، حاجة. سبحان الله، هي بتنتقي، انا بقول بتنتقي المظات من وسطنا، لكن ربنا كبير بس إن شاء الله اللي جاي أحسن إن واللي شاء جاي الله. خير، وهي وقته هيعدي يا وهتنتهي. رب يا رب. طيب يا دكتور، بما إن النهاردة هنتكلم عن الحروق وطرق الوقاية منها. تمام كده. الحروق يعني ست بقى في البيت وهي واقفة كده بتطبخ، وهي واقفة بتعمل، ادلق عليها بقى زيت، ادلق عليها شاي، ادلق عليها، ايه هو الحرق؟ يعني امتى ابتدي اقول ان الحرق ده يعني محتاج انه يتعالج علاج قوي؟ في حرقوق بحس ان هي عاديه، شويه ميه سخنه دلقوا علينا، بنخففها بشويه ميه مثلا، ولا مش عارفه ايه. ايه هي الحروق بالظبط يا دكتور؟ طيب انا بس عايز حضرتك تتخيلي ان ربنا سبحانه وتعالى مدينا نعم كتير قوي. يعني لو واحد حتى واخد زي او لبس معين، نسيج، النسيج ده لما بيبقى غالي عليه بيبقى قيم قوي عليه وغالي عليه. فانا عايز حضرتك تتخيلي ان اغلى نسيج في الدنيا هو ايه؟ النسيج البشري. نسيج البشري اللي متغطي بالجلد. الجلد ده اهم مكون فيه اللي هو البروتين. تمام. الجلد، مقدمة بسيطة عنه، الجلد ما هوش مجرد حاجة مغطية. الجلد هو بيعد أحد أعضاء الجسم، يعني زيه زي القلب وزيه زي الكبد والكلى، إنه عضو فعال، ليه وظيفة غير إنه يحمي، ليه وظيفة في الإخراج، وليه يعني النفاذية بتاعته، نفاذية يعني اختيارية، ينفذ اللي عايز ربنا ينفذه وما ينفذش اللي مش عايز ينفذه. فالجلد ده نسيج حي غالي جدا. كلمة حرق معناها هو، لو قلنا بلاش نخش في تفاصيل علميه، انما هو انا عايز حضرتك تتخيلي ان انا عندي بروتين، البروتين ده ليه درجه حراره بنقدر نعيش فيها اللي هي مثلا من 36 ل 41، ما نقدرش نعيش اكتر من كده. ارتفاع درجات الحراره ده بيؤدي الى تخثر البروتين. يعني ايه تخثر البروتين؟ انا عايز حضرتك تتخيلي البيضه، البيضه الدجاجه لو حضرتك بتكسريها، الجزء البروتيني اللي فيها اللي هو الزلال الابيض ده، لو تسخن بيحصل فيه ايه؟ بيبيض، بيتخثر، بيتجلط. تمام. فده اللي بيحصل، ان اي حاجه تؤثر على الجلد بارتفاع درجه الحراره بتؤدي الى تخثر الانسجه، يعني الانسجه بالبلدي كده تموت، فبتفقد الجزء الحيوي فيها وتفقد وظيفتها. هو ده الحرق. هو ده الحرق. تمام. ايه هي يا دكتور انواع الحرق؟ يعني امتى اقول ان الحرق ده درجه اولى، درجه تانية؟ الزيت غير الميه. هو دي الدرجات، انما هو انا اقول لحضرتك هي انواعها. حضرتك لمستيها في الاول وقلتي لي ست البيت، ست البيت بتواجه جوه طبعا في مطبخها، وحروق المطبخ لازم نبقى عارفين انها بتمثل 40% من عدد الحالات اللي بترد الى المستشفيات ومراكز الحروق. 40% ما من بتبقى معظم الحروق الاصابات في المطبخ بالظبط بتبقى اصابات مطبخ بدون شك. احنا كنا زمان بنقول دايما ان الحرق ده ما هوش اصابه زي بقيه الاصابات، من ضمن الاقوال اللي كانت بتقال عليه ان هو احد الامراض الاجتماعيه اللي كنا دايما نلاقيها في المستوى الاقتصادي والاجتماعي المنخفض، لكن دلوقتي ابتدت نشوفها في كل المستويات. شاف في كل المستويات لان الاجهزه المنزليه كترت ودرجه خطورتها كترت. فانا عندي 40% من الحروق بتتم في المطبخ، 40% التانية بتتم من المدخنين. ازاي دي يا دكتور؟ واحد راجل كبير قاعد في البيت لوحده وبيدخن سيجارة، وهو بيدخن نام، وقعت السيجارة ولعت الدنيا، ولعت في المكان اللي هو نايم فيه، لسعته في ايده، ولعت في هدومه، ولعت الستارة اللي جنبه. ده في بعض البيوت كمان بيحصل فيها انه حاطط جوه البيت شيشة.
الشيشه معمول لها ركن، وبعدين ده حاططها فين؟ حاططها تحت ستاره وبيشغلها عادي، وبيشغلها تحت وفحم ومش عارف ايه وايه، يعني الفحم ده شيء في منتهى الخطوره ان يتولع في البيت. ال 10% الباقيه بقى من اللي احنا قلنا، او ال 20% المتبقيه، بقيت بقى الاصابات اللي هي بتحصل، انا بتكلم على العدد العام من الاصابات اللي هي اصابات المصانع واصابات الشركات والعمال في شغلهم. ده بالنسبه للحرق بصفه عامه. بالنسبه الانواع اللي حضرتك بتقولي عليها، حاجه من الاثنين، اما ان انا بتحرق حاجه جافه نار نار، او حاجه سخنه انا لمستها، ست البيت حطت المكوى بقى المكوى طاسة المكوى، سواء النار المباشره او مكوى سخنه. وفي تاني حرق اسمه الحرق السلقي، اللي هو ميه ميه سخنه او زيت سخن، تمام، او البخار. اصعب حاجه هي الزيت السخن يا دكتور من الميه، صح؟ لا، هو اصعب شيء البخار. ليه؟ لان انا عشان اوصل الميه السخنه تبقى بخار بيحتاج كميتين من الحراره، كميه علشان الميه تسخن وكميه عشان تتبخر. فالبخار هو اللي بيبقى اصعب شيء في الحرق طبعا. يعني مش الزيت لما يتدلق على الست وهي مثلا، لا هو طبعا خطير، هو خطير جدا بدون شك، لكن هو بنتكلم على البخار، لما يوصل البخار مسخن بيبقى خطر جدا. واخطر حاجه رادياتير العربيه، اللي هو رادياتير سخن يقرب وشه ومش واخد باله، بيفتح وتلاقي فيه نافوره فجاه، طبعا بخار سخن حصلت على فكره مع حد اعرفه واتحرق في الجزئيه دي. انواع الحروق يبقى يا اما في حروق الجافه اللي هي النار، او اذا كان في اسطح ساخنه، وفي حروق اللي هي بالميه السخنه او بالزيت او بالبخار، وفي حروق تانية اللي هي حروق الاشعاع. وابسط حروق اشعاع هي الشمس، يعني الواحد فينا لما بيروح في المصيف ويقعد تحت الشمس ساعتين، أيوة، هو مش حاسس، الهواء بيلطف درجه الحراره، لكن الشمس قاعده بتحرق، يروح متصور انه عمل تان. مع كمان المايه المالحه والشمس بتاثر، صح؟ هي بروده الهواء على الشط والبلاج بتخلي ما بيحسش قد ايه اتعرض للشمس، يعني ما بيحسش اساسا هو قد ايه اتعرض لفتره الشمس، بس لما بيروح بقى لغايه ما دي حروق، دي حروق فعلا، دي حروق بجد، دي حروق. وفي بقى للحروق الاشعاعيه بقى في المعامل وال طب عايز اسالك في حاجه يا دكتور. فضل. الناس اللي بتروح البحر وكده وبعد كده جسمها يبتدي يقشر، هل ده صح ولا هي دي غلط؟ لا غلط جدا، غلط ان هي تقشر. مش غلط انها تقشر، ما هي اوريدي حرق هيقشر، يعني هو حرق وبيقشر. حرق الشمس ده بيعمل حرق سطحي. لا ده بيقول لك ده حاجه كويسه، تجديد للجلد بقى كده. لا 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 وهنبيض لا بقى. لا لا انا اقول لحضرتك برضو حقيقه، ودي حقيقه علميه مفزعه. التعرض للشمس كتير في البلاج بيعرض الجسم لنوع معين من الاشعات الكونيه، مش لازم نذكرها، تمام. دي ليها تاثير للاسف مسرطن على الجلد. مسرطن، وللاسف ان هو تاثير تراكمي. يعني ايه تاثير تراكمي؟ انا السنه دي رحت اتعرضت يومين، السنه اللي بعديها اتعرضت يومين، السنه اللي بعديها تبتدي مش بينسى الجلد، مش بينسى الاشعه الكونيه اللي جت عليه، فتاثيره تراكمي. يعني لو هو جه النهارده يومين والموسم الجاي يومين، بتتراكم الاربع ايام دي تاثير الاشعات الكونيه اللي في الشمس، تاثير مسرطن على الجلد. انا بقول اهو. طب والناس اللي بتعمل بقى تان في الشمس، لا ده غلط، وتحط لا لا بقى لا لا لك لا انا اخد لون كده برونزي، غير مسموح لي ان انا غير استمتع بالشمس بتاعه الصبح اكتر او ما قبل الغروب، عشان الاشعه فوق البنفسجيه والكالسيوم والكلام اللي احنا حتى بنقوله مع بتوع لين العظام والاطفال والكلام ده كله. اكثر من هذا فهي حروق، وانواع من الحروق اللي بنسميها راديشن بسبب الاشعاع، الاشعاع المباشر لحراره الشمس، والاشعات الكونيه اللي هي موجوده فيها زي اليو في والاي ار والكلام ده كله. تمام تمام يا دكتور. يعني انا كده فهمت انه احنا انه تقشير الجلد مع البحر ده خطر جدا. لا ده حرق. هو الجلد حضرتك برضو في سؤال هتسالهوني وانا اسبق بيه، اللي هو درجات الحرق. معانا اتصال يا دكتور. يا ريت. اوكي. الو الو. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا استاذ محمد. الله يعينك. الله يخليك. طب وطي التلفزيون شويه يا استاذ محمد، معلش. ماشي. كان عندي حرق في رجلي وما بتهوش لغايه دلوقتي. تمام. حرق في رجلك بايه؟ بسبب ايه؟ بسبب شكم المكنه من السكر. تمام. طب ليك سؤال يا دكتور. بقى لي شهرين. طيب استاذ محمد، انت بتقول ان رجل حضرتك لمست الشكمان وهو سخن.
حرقت الرجل تمام؟ طيب هل الحرق دلوقتي التأم ولا لسه ما التأمش؟ التأم بس عامل مكانه حبوب حبيبات كده طلع مجال الحرق مش تمام 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 فيه كده لا فقافيه ولا التأم وحاجات وجايب له حاجات يعني مراحل. لا معلش استاذ محمد ركز معايا شويه. الحرق اللي موجود التأم وسايب مكانه ندبه مشوهه ولا لسه ما التأمش؟ ندبه مشوهه كده يعني بس النضره بقى حبوب مكانها. ساب ندبه مشوهه مكان الحرق تمام. ودي احد مضاعفات الحرق ان الواحد بعد ما بيتحرق خصوصا حرق عميق. ليك سؤال ليه تاني يا دكتور؟ لا. طب خلاص شكرا يا استاذ محمد هنرد عليك دلوقتي. اوكي. الحرق احد مضاعفات الحرق ان هو لما يكون حرق عميق يعني انا عايزك تتخيلي ان الحرق ده الجلد ده زي الكتاب تمام مكون من ثلاث صفحات طبقه كذا طبقه كذا طبقه كذا. لو احترقت الجزء الاول منه او الطبقه السطحيه لا يترك اثر اطلاقا. تمام ما بيسيبش اثر. كل ما ينزل اكتر في العمق يترك اثر. يعني لو الحرق مثلا من الدرجه الثالثه هنقول يعني ايه درجه اولى ودرجه ثانيه. الدرجه الاولى ان هو مجرد احمرار في الجلد احمرت بس احمرت واحد مش في الشمس حاجه بسيطه وش احمر اتلسع لسعه خفيفه احمر نزلت شويه ميه سخنه احمر شويه بخار طلع على ايد ست البيت احمر وهي بتدخل في الفرن احمر ده حرق درجه اولى احمرار. الاحمرار ده بيروح لوحده. الدرجة الثانية اللي هي بتكون حاجة اسمها بليستر أو بولي يعني فقاقيع مية بالبلدي تمام فقاعة كده ومليانة سائل. السائل ده سبحان الله ربنا ده معقم وده اللي أنا بقول عليه إن هو لابد الإنسان اللي يصاب بحرق يذهب للمتخصص. يعني أنا عايز أقول عفوا في كل التخصصات ودني وجعتني بروح لدكتور الأنف والأذن عيني تعبتني بروح لدكتور الأنف. طب ليه بقى في الحرق ما اروحش لدكتور الحروق او التجميل اروح لاي دكتور او الصيدلي تلاقي نازل عند الصيدلي معلش اتحرقت بقى ومش دكتور احيانا اديني هوات الغيارات يقوم ماسك البولين او البلستر الفقاعه المايه دي ويشيلها ويفضيها ولو اتفضت دي متهيألي يا دكتور غلط تترك اثر اوحش. انما هو احنا بنترك لغايه اما هي بيحصل لها توزيع تاني او احنا نقدر نسحبها بطريقتنا بحيث ان انا احافظ على الجلد متغطي عشان سلامة الطبقات التانية. طيب الحرق بقى الدرجة الثالثة اللي هو بياخد كل طبقات الجلد ودي اللي عند الأستاذ محمد اللي هو بتترك أثر وحش. طيب الأثر اللي بيترك ده عبارة عن ندبة مشوهة. غير بقى الندبة مشوهة أحيانا بتبقى الندبة دي مؤلمة لأن بعض نهايات الأعصاب الطرفية بتخش في الندبة تبقى مؤلمة بتيجي بالليل مثلا بيبقى عايز يهرشها يقطعها بتبقى مؤلمة لو اتخبطت مؤلمة في الحركة ده غير شكلها. فيا استاذ محمد الندبه المشوهه دي احنا ممكن ان احنا لينا طرق في العلاج اما عن طريق بعض الكريمات او الحقن الموضعي او الاستئصال والترقيع يعني لينا شغل كتير. فانا انصحك تعرض حضرتك نفسك على طبيب تجميل. هو كده محتاج مرحله التجميل لان هو كده تقريبا خف من الحرق. هو التجميل في حد ذاته مش القصه انه هتبقى حاجه جميله هي طبعا ندبه مشوهه ممكن تضايق انما ممكن تبقى مش مضايقه شكلها هي مضايقه وظيفتها. في حاجة مهمة كمان في الندبة لو الحرق حصل في منطقة قصاد مفصل يعني أنا هفترض طبعا في الوش كارثة وكل الكلام ده كله هي برضو من ضمن يعني أكبر كارثة تواجه إنسان الحروق. ليه؟ لأنها بتترك أثر نفسي سيء جدا ما بينساهوش طول العمر في أي منطقة في جسمه حتى لو لسعة بسيطة كده بتترك أثر وبتترك أثر نفسي سيء للحادثة وما تركته. فأنا بقول الندبة دي مش بالضرورة أنها القصة تبقى قصة جمالية فقط لا القصة وظيفية. يعني أنا هفترض أن في حد أو بعد الشهر اتحرق في رقبته طيب. بعد ما بتخف بيحصل التصاق إلى ده لدرجة أن احنا بنشوف بعض حالات اللي ما تعالجتش في أماكن متخصصة بتبقى باينة عندهم مش باينة ده الرقبة راحت بقت كونتراكتد منقبضة مش قادر لا يرفع راسه ولا يبص يمين وشمال بسبب انقباض الجلد. وممكن بنشوف حتى لدرجة أن الشفة بتوصل انها تلتصق في الصدر من فظاعة التليف بتاعة الجلد في الحرق. بس دي بقى الحروق الدرجة الثالثة يا دكتور ولا الدرجة الثالثة طبعا كل ما تكون اعمق كل ما تترك اثر اكتر. الحاجة الثانية الندبة لو كانت قصاد مفصل يعني لو في واحد مثلا في الجزء الامامي مثلا وحصل حرق وهي بتشد ممكن توصل الصوابع المفصل نفسه يتني ما بيتفردش ساعتها بقى ضروري من اجراء جراحات. دي بتوصل لمراحل الجراحه لازم
لازم بجد طبعا بنشق خالص الندبه وبنفرد، وبعدين لينا اسلوب معين في التداخل بتاع الجلد. هل كده بتبقى الحروق وصلت للاعصاب يعني في الايد او في الرجل؟ طيب الدرجه الاولى زي ما قلنا احمرار. الدرجه الثانيه اللي هي البلستر بقللت الميه دي فوق فيها البلدي تمام. الدرجه الثالثه اللي هي احتراق الثلاث طبقات ده. بقى الدرجه الاولى والدرجه الثانيه الاكثر الاما. الله يكون في عون المريض. ليه؟ لان الدرجه الاولى والثانيه بتبقى الاعصاب موجوده واتكشفت، موجوده واتكشفت فبتبقى مؤلمه الم ربنا يعافينا منها تمام. لكن الدرجه الثالثه لما الاعصاب بتتحرق بيبقى المريض مش حاسس. لذلك انا في بعض الاحيان بنعمل التست ازاي، افترض انا عيني مش قادر اتخيل هل هي طبقه درجه ثانيه ولا درجه ثالثه او العمق قد ايه، احيانا بنعمل تست المريض ممكن ما يكونش حاسس فيبقى كده الدرجه الثالثه واحتراق الاعصاب اللي هي خلاص الاعصاب ما بقتش اساسا حاسه ان في حرق. اتحرقت دي اللي هي بتبقى يا دكتور الناس اللي هي مثلا يعني لا قدر الله انفجر فيهم انبوبه، انفجر فيهم حاجه، او كانوا في مكان مولع فيهم كده. بص في حاجتين بتاثر في العنف او صعوبه او مدى الحرق، حاجتين. نمره واحد كميه الحراره او درجتها، زي كده بنقول لحضرتك البخار السخن خطير. كميه الحراره او درجتها ونسبة وزمن التعرض. يعني ايه زمن التعرض؟ تمام. ده لو دي حته حديده وسخنه وحمراء ممكن المسها لمسه خفيفه كده ما تحرقش. ليه؟ زمن التعريض بتاعها قعدت قد ايه؟ قليل. تمام. عملت كده. تمام. لذلك في بعض الحتت العربيه بيعملوا حاجه اسمها البشعه. ايه البشعه دي؟ البشعه دي اللي بيكتشفوا الكذب من عدمه. يسخن حته حديده ويجي على لسانه يقوم عامل ايه؟ هو مش بيحطها تحرق، ده بيعملها كده فاللسان ما بيتحرقش، فيقول انه مش كذاب. هو مش كذاب لسبب العرب هيزعلوا مني بس مش كذاب لسبب ان هو التعريض بتاعها قليل وفيه لعاب. هو ممكن يكون كذاب وممكن يكون ما تصدقوش بقى كده الموضوع. تمام. فهي درجه الحراره وزمن التعرض. لذلك هي افظع حاجه اللي هي مسكه النار في القماش. مسكه النار في القماش. مسك فيه عشان عقبال ما بيخلصوا منه بيكون جزء كبير اتحرق. ده اللي هو في القماش. والقماش طبعا وفي الجلد يا دكتور ده في ناس بتبقى بتقلع هدومها، يعني انا شفت مناظر طبعا للحروق بيقلعوا مثلا هدومهم بالجلد كده. دي بتسموها ايه يا دكتور؟ بصي هقول لحضرتك على حاجه. احنا بنشوف في مراكز الحروق بنشوف المريض وهو جاي لنا احيانا شايط بالبلدي كده، دخان طالع منه. لكن هقول لحضرتك على حاجه، افضل مليون مره للمريض يبقى بالطريقه دي ويجي لي مباشره انا اشوفه الاول واستلمه، احسن ما يروح يتعالج اجتهادا عند غير متخصص او عند غير طبيب خالص ويجي لي بعدها بيومين ثلاثه متدهول. يعني انا بقول ان يا جماعه الحرق بناشد الناس كلها، الحرق ليه متخصصين. الحروق ليها متخصصين زي اي تخصص تاني. تمام. طيب ازاي نقدر يا دكتور نتصرف؟ يعني انا مثلا واقفه وست البيت واقفه بتعمل دلوقتي حاجه في الزيت واتلسعت، خلينا تمام. بالبلدي للستات اللي قاعدين بيتفرجوا عليه، اتلسعت بقى بزيت، اتلسعت اول حاجه تعملها ايه؟ يعني تروح تحط عليها ميه، ولا تروح تحط عليها دقيق، ولا بنسمع معجون اسنان، ولا تحط عليها زيت، ولا تعمل ايه؟ انا عايزه دي حاجه بقى في البيت كده. تعريف الحرق هو ارتفاع درجه حراره الانسجه ادى الى تقثر. تمام. يبقى علاجه ايه؟ اخفض درجه الحراره تاني. تلج بقى؟ لا مش تلج. لسبب ان التلج نفسه علشان اجمد النسيج، ما انا لو حطيت قطعه هو دلوقتي خلاص مثلا مش حاسس. تمام. وجيت على الحته اللي مش حاسس فيها وجبت حته تلج وقمت حاططها ورابط عليها. تمام. التلج نفسه ليه اذى، يعني مع حضرتك في حاجه اسمها في اوروبا اسمها عضة التلج. ايه عضة التلج؟ عضة التلج ان واحد يمشي برجله في جليد اللي هم في شمال اوروبا، في الجليد صوابع رجلي تقع، يحصل غرغرينا وتقع، ما اتجمدت. ده بجد يا دكتور؟ أيوة. يعني في ناس بتمشي أيوة. لدرجه فروست بايت معروفه. لا دي انا ما سمعتش. لا فانا ما اجيبش حته مأذب حراره، ها اعمل ايه؟ ابردها. تمام. ميه بس. لكن لو حطيت حته تلج ودامت حته التلج هي اذت مسيد من الانسجه. هو ايه الغرض من ان انا احط ميه على الحرق؟ يبقى انا هفترض على سؤالك ست البيت حاطه ايديها في فرن البوتاجاز قامت ملسوعه او الزيت طرطش
تمام او لاي سبب من الاسباب وصل لها لسعت مكوى. ابسط حاجه حنفيه الميه. حنفيه الميه، حنفيه الميه، الميه العاديه. لو حاسه انها يعني الميه مش مرضيه قوي مش ساقعه، بس احيانا لما بيتحط الميه يا دكتور بتحصل بقليله. لا ما هي البقليله دي هي هتحصل. ايوه هتحصل، هتحصل في كل الاحوال. بالعكس، ده انا زي ما قلنا كده ان الحروق في سطحيه وفي عميقه، او يعني لو قسمناها ثلاث درجات يعني تسهيلا. تمام، ان انا ممكن الحرق لو هو في اوله، لو هو الدرجه الثانيه ما وصلش للدرجه الثانيه، وجود الميه يقلل الدرجه بتاعته. وجود الميه يعني لو هو احمرار وهيبتدي يعمل بقليله الميه، ممكن الميه الساقعه اللي تتحط عليه توقفه عند هذا الحد. ليه؟ لان الجسم اختزن سخونه، الجلد اختزن سخونه من المصدر اللي جاي من بره، سواء زيت سواء ميه سواء بخار. تمام، فانا لما ببرد بعمل حاجات كتيره. نمره واحد تقليل الالم. نمره اتنين تقليل التلف اللي حصل. ما هو حضرتك اي جزء، لو انا هفترض الجلد مثلا وصل له ارتفاع في درجه الحراره هنا ابتدى يتحرق. تمام، ما كل ما بتبعدي درجات الحراره بتقل، لما تبردي هنا في السنتر بتقللي الانتشار. كده لما بنحط تلجة، يعني انا يعني لما بنحط تلجة تلاقيك ايه كويسه، مجرد شلتها تحس ان وجعاك تاني جدا. لا ما هو الالم مستمر. احنا نحط الميه الساقعه، الميه الساقعه، الميه الساقعه مش ميه فاتره. لا هو على حسب، يعني نفترض انا في الشتاء والميه ساقعه هتحط، بس هي لازم تبقى ميه ساقعه. يعني لو ميه ساقعه بتقلل الالم لكن مش تلج. مش تلج، مفيش داعي من التلج. لان التلج ممكن يضيف لي مزيد من التلف للانسجه، وانا الحكايه مش ناقصه. تمام. فالوجود او طبعا يعني في برضو قواعد بالنسبه للحروق. هي ايه؟ هي انك لازم تشيل السبب. يعني انا هتصور مثلا لو احنا اتكلمنا من ضمن ال 20% اللي انا قلت لحضرتك، قلنا 40% ست بيت في المطبخ، 40% مدخن وفي البيت وبيولع في الدنيا وهو بيشرب السجاير، 20% بقيتها يعني من ضمن ال 20% الكهرباء. يا جماعه طفل بيسحب وجي حط صباعه في فيشه الكهرباء، دي خطيره جدا. ليه بقى؟ خطوره الكهرباء بتكمن في حاجتين، بتكمن في الصعق. يعني ايه الصعق؟ يعني مرور الكهرباء تمام في جسم المصاب وتعدي على القلب. هي الكهرباء ممكن تحرق، مش بس ممكن جدا، وهقولها لك ازاي. اي كهرباء في الدنيا لازم تخش في اي جهاز من اللي حوالينا، دي ليه سلك دخول وخروج، سلكين موجب وسالب. تمام، فبيجي الطفل يسحف، هقول انه طفل او صنايعي ماشي. طفل حط صباعه في فيشه الكهرباء، الكهرباء بتدخل ولازم تخرج. فهي داخله لو ما عدتش على القلب وصعقت وقفت القلب وقتلت، لانها لابد ان تقتل لو عدت على القلب في الغالب. تيار فاخر يعني 220 فولت في طفل على القلب يقتله، او للكبير كمان. طيب الكهرباء وهي داخله سخونه في الملمس، في الكونتاكت اقصد، مع الكهرباء اللي داخله. تمام، وسخونه شديده في المخرج. تمام، احنا لما بنشوف واحد محروق بالكهرباء دايما الاقي فيه مدخل ومخرج. علشان كده معظم الكهربائيه لو تشوفهم ايه بيلبس حذاء مفيش مخرج، او يقف على حاجه خشب وبيلمس فما بيتكهربش، لان مفيش الكهرباء ما بتدخلش جسمه، لان اوريدي عشان تدخل لازم تخرج. مفيش مخرج يبقى مفيش مدخل. فالطفل لما بيتصعق لو عايش وما عدتش على القلب، يعني فرضا من ناحيه اليوم ده، بلاقي حرق في المدخل في صباعه اللي حطه، وده غالبا بيحصل حاجه بس انا شارينج. طيب. بيشيط، بيتفحم الفقل الصباع نفسه في الطفل. وده عشان كده بقول ان الام يعني ايه طرق الوقايه من الحروق. انا مش طرق الوقايه بس ان انا اتعلم ازاي ان انا اسعف، ده دي جزء لوحده. لا، طرق الوقايه ان الام برضو لازم تبقى واعيه ان اللي بيصمم فيش كهرباء في الارض دي انا ما اعرفش تحت اي بند. يعني اعمل فيش كهرباء وبعدين احط فيها بلجات، طب ما الطفل بيشيلها ويحط صباعه. هو المفروض ما يبقاش تحت قوي، المفروض ما يكونش تحت خالص خالص. يعني خالص. من الاول كده اللي بيوضب وبيعمل يخليها فوق. مين بيت يعني عريس وعروسه لسه متجوزين عاملين فيش تحت؟ ما هو شهر والتاني وهيبقى معاهم اطفال، هيسحب هيحط صباعه. انا عايز اقول على حاجه، على حاجه تانية يا دكتور. الناس اللي بتحط الشحن الموبايلات، الطفل صغير ممكن ياخد اللي هو مكان شحن الموبايل ويحطه في بقه وهي متوصله بالكهرباء، لان هم احيانا بيسيبوها، فطفل صغير هياخد دي ويحطها في بقه كده. المخاطر كتيره جدا في البيت. هي هتحتاج بس من ان الكبار يبقى عندهم نوع من الوعي والتركيز الشديد. يعني انا بكرر، وعي وتركيز شديد، وعي وتركيز شديد، وعي وتركيز شديد.
ان كل اصاباتنا بتيجي في غفله، في لحظه، في غفله. يعني انا قاعد وحاطط الستاره ورايا، وورا الستاره حاطط فيشه، اقوم حاطط الفيشه، والفيشه حاطط فيها مشترك، والمشترك مطلع منه سخان، مطلع منه دفايه، ومش عارف مين ممكن يحط كمان المشترك سشوار. المشترك بقى يبقى كده فيه 600,000 حاجه. ايوه بالظبط. الاحمال الزياده دي بتخلي المشترك يولع، ووراه الستاره. في لحظه تعاملوا مع النار ان هو وحش، كائن حي غدار، مجرد ما بيشبط بينتشر بسرعه، تمام، وغرضه، كل غرضه انه يولع، ان يعني ياكل المكان كله فجاه. بالظبط كده، تمام. فهو دخلت الكهرباء بتعمل صعق، بتعمل حرق، وخرجت الكهرباء بتعمل حرق. طب ما بينهما؟ ممكن كل الانسجه من المدخل للمخرج دي تموت، وتحطم العضلات بيطلع بعض ماده ممكن توصل للكلى، الكلى تقف تماما لمجرد لسعه الكهرباء دي. عشان كده اللي بيتكهرب يا جماعه ومش هبص ان انا الطفل خلاص، لا الحمد لله الحمد لله ونروح نغير وتعالى، لابد انه يتحط تحت الملاحظه 24 ساعه في مستشفى علشان يتلاحظ ايه تاني داخليا اتحرق وهو مش باين. ممكن يبقى في حرق جوه الجسم، حرق للعضلات ما بين، بقول لحضرتك لو الطفل كده ما بين الدخول والخروج حتى لو الكبير، حرق في العضلات، والعضلات دي بتنتج مواد سامه تروح للكليه تحصل فشل كلوي. ياه، الا مجرد استشفاء الكهرباء. لا، الكهرباء من الشيء الخطير. يا اما تعمل صعق وتوقف القلب تماما، ربنا المنجي، يا اما انها يبقى لها حرق في الداخله وفي الخارجه وما بينهما في عضلات. عشان كده اللي بيتحرق بالكهرباء لابد يذهب برضه للمستشفى وما يبصش للجزء الظاهر اللي اتحرق او اتلسع، لابد للملاحظه 24 ساعه. 24 ساعه. طيب يا دكتور، انا عايز اسالك ايه الجديد، تمام، في علاج الحروق؟ يعني ايه التطورات اللي حصلت جديد دلوقتي، انه لو حد اتحرق حرق قوي او كده، ايه هي التطورات الجديده في العلاج؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، الجديد في علاج الحروق هو القديم. بمعنى بمعنى ايه الهدف من الحروق؟ الهدف الاول من الحروق ان انا الحرق خلاص هو حصل، اسلوب المنع كتير او ممكن نتكلم فيه. حصل الحرق، الحرق لازم اقلل معاناه المريض، الالم اول 24 او 48 ساعه من الحرق اخطرهم، اول 24 او 48 ساعة. اول يومين من الحرق اخطرهم. ليه؟ لان دي الجزء اللي فيها الالم والصدمه الشديده، تمام، لان الحرق ده سبحان الله من افظع الالام اللي ممكن تصيب انسان. تاني حاجه البكتيريا والعدوى. لذلك يعني ايه بكتيريا وعدوى؟ معلش، انا دلوقتي جلدي سليم، تمام، الجلد ده حاميني من كل البكتيريا اللي قاعده بتقع عليها وبتخبط ومش عارف ايه، وحد عطس او لمست او الجوانتي الطبيعي او الكفر الطبيعي ليا هو الجلد. طيب ازيل، اصبحت عرضه لكل بكتيريا في الهواء، لاضعف ميكروب في الهواء ممكن يعمل لي صدمه تسمميه. يعني ايه صدمه تسمميه؟ بكتيريا جت على الجرح الحرق وابتدت تتكاثر وبتفرز سموم، بتمشي في الجسم وبتعمل مشاكل كتير، تمام. فاول 48 ساعه من علاج الحرق ده علاج الصدمه، تمام، انه يتعمل له، يتاخد بقى المحاليل ويخش يركب حاجه ما اسمها سي في بي. ليه بقى؟ هقول لحضرتك، انا عايز حضرتك تتخيلي كان في زمان حاجه اسمها القربه، القربه اللي هي بتشال فيها الميه، كان زمان دي جلد، تمام تمام. انا عايز حضرتك تتخيلي جزء منها كبير فقد وجواها ميه، تمام، الميه هتطلع منه. لذلك احنا الجلد من الحاجات اللي هو بيحمي السوائل بتاعت الجسم. والحرق اول ما بيحصل تلاقي الحرق بيجيب ميه، لذلك احنا قلنا الدرجه الثانيه اللي هي بقليله الميه، تمام، فقاعه الماء. فقاعه الماء دي مليانه ميه من فين؟ من الجسم. طب لو ازيلت زي اللي بيزلوها مثلا، او حصلت هي من الدرجه الثالثه، الجسم بينقط ميه بجد. بس ما هيش ميه بس بسيط، ده فيها بروتين وفيها صوديوم وفيها بوتاسيوم. يعني طب هو الجلد يا دكتور بيجدد نفسه تاني؟ يعني ممكن الجلد فعلا لو حصل حرق او كده وبقى منظرها مش تمام قوي؟ تمام. احنا زي ما قلنا لحضرتك كده، الجلد ده زي صفحات الكتاب، هنقول انه تقريبا ثلاث طبقات،
ثلاث صفح فوق بعض. تمام. الصفحة الأولى لو فقدت ممكن يتعوض. تمام. الصفحة الثانية لو فقدت ممكن تتعوض. في أمل. في أمل. الصفحة الثالثة انت فقدت طبقات الجلد كلهم لا يمكن تعويضه. بتتركيه بقى انه يلتئم بندبة كبيرة مشوهة لشهور وشهور بتؤدي الى تشوه شكل ووظيفة. هو ده اللي حصل مع استاذ محمد اللي كان بيتكلم. ده اللي حصل مع استاذ محمد ده لسعة في رجله. بس لسعة بسيطة لكن انا بقول لحضرتك انها ممكن توصل لجزء يعني الحروق ممكن توصل لدرجة درجات رهيبة. بنشوف درجات رهيبة بنشوف 60 و70 واكتر من كده وبنعالج اكتر من كده بيبقى صعب شوية. هو برضو من ضمن الخزعبلات اللي كانت بتتقال عند الناس ودي برضو بصلحها ودي لا حصلت ولا هتحصل ومستحيل. اللي هي ايه يا دكتور؟ اللي هي كان يقول لك انا مش هودي المحروق بتاعي المستشفى دول بيدوا حقنه هواء يموتوا. من ضمن الاساطير مستحيل ولا حصلت ولا هتحصل ومستحيل تحصل. مين قال طب وليه هيدوا له حقنه وانت يعني يحوم من الامه وخلاص يعني. بص بس في أنا شعبيه في سؤال بس طبعا. في حاجه انت حضرتك قلت كمان انه لما بتوصل لدرجه ثالثه كده كده هو ما بيحسش اساسا. ما بيحسش تمام كده تمام صح. فلو فقد طبقات الجلد كلها احنا بقى لينا انت بتساليني عن الجديد. احنا كنا بنستخدم جلد من نفس الجسم من نفس الجسم اللي هي الترقيع بقى اللي هو كامل التخانه او السبليت اللي هو غير كامل التخانه. دي حاجات كلها الغرض منها ان انا اقفل يعني. انا عايز اتخيل حضرتك مثلا مكان زي ده مثلا في كابلز او بلاط او الى اخره وفقدت واحده طبعا. فانا مش معقول هاخد بلاطه احطها مكان بلاطه وسبت جزء. لا في عندنا جهاز معين بياخد ودي عندنا برضو في المستشفى عند الدكتور عاطف ان انا بقدر اخد طبقه سطحيه جدا من الجلد سطحيه وانقلها اغطي مكان فقد الجلد كله بدون الاضرار بالجزء اللي انا باخد منه. يعني بناخد اللي هي الطبقه السطحية. الاولى الطبقه السطحيه اللي احطها بالظبط في اللي هي المصاب الجزء المصاب وهي تبتدي تعمل طبقات ثانيه وهي تعمل طبقات في 14 يوم بترجع الجزء المحروق اتغطى ايا كانت مساحته والجزء اللي باخد منه بيبقى التئام. طب حلو ده يا دكتور جميل. فالجديد بقى الجديد اللي هو كنا زمان بنشتغل بحاجه اسمها سكينه سكينه الترقيع عشان بس ما نتكلمش كلام مقزز بالنسبه للناس. في دلوقتي لا عندنا اجهزه درماتوم بالالكتريك بيحسب التخانه بالظبط اللي بقدر اخد بيها الجلد. والجديد برضو اللي هو كل حاجه دلوقتي بقت بالتخدير. المريض بياخد الرعايه بتاعته بياخد حاجه زي الشاور المطهرات الجديده الادويه والمضادات الحيويه الكريمات الجديده. وفي بعض انواع من الترقيع الجلدي السينثيتك اللي هو التعويضي اللي مش من الجسم ودي يعني في اولها لكن حققت فيه. طب انا هسالك في حاجه يا دكتور فضل. لو لا قدر الله مثلا واحده وانت عارف لما بتبقى في الوش وجالها مثلا حرق كده مثلا باي حاجه مثلا جه عليها زي ما قلنا زيت ماسكه سكينه وكانت سخنه جت عليها اي حاجه بس في الوش وانت عارف الوش طبعا غالي جدا جدا طبعاً. هل بيحصل فيها نفس الموضوع الترقيع ان احنا بترقع؟ طبعا بس في حاجه انا عايز اقولها لحضرتك يعني انا قلت حروق الجسم الغرض من التغطيه مش الشكل الجمالي في اوله الغرض ان انا عايز اغطي جلد استعيد وظيفه جسم قاعد بيفقد دم ويفقد بلازما ويفقد حاجات كتير قوي وعرضه ان يخش بكتيريا. فالغرض من الترقيع في الظروف اللي زي دي كفر اغطي اغطي جزء ده لكن لما باجي بقى عند الوش القصه بتختلف شويه. القصه مش تغطيه مجرد التغطيه لا تغطيه تجميليه. في بقى حاجات اسمها فلابات يعني مش بشرط شرايح منتقله لا شرايح متقدمه مثلا من الرقبه بتنتقل باسلوب معين. كمان بحس احيانا يا دكتور ان الجلد بيسيح يعني في مراحل كده بحس فيها مش حروق بس جلد بيحصل له نوع من انواع ان هو يعني بيسيح مش ده بيحصل؟ انا شفت صور للناس كده. هو لا في الحروق طبعا الجلد بتوصل بعض الاحيان الجلد يحصل له نوع من التفحم بيتفحم في بعض الحروق. ما دي بنشوفه بقى مع الناس اللي هم بتحس ان هم كلهم يعني حرق يعني مثلا طبعا في المعارك بنسبه 80 و70% وفي الانفجارات والكلام ده كله لا احنا بنشوف فحم ولو اتنقلوا جالنا مجرد ما يمسكوا بيه. معانا تليفون يا دكتور. اتفضلي ايمان. الو ايوه اتفضلي يا استاذه ايمان سؤالك ايه؟ الو يا دكتور انا معايا اختي اتحرقت اتكبت عليها الصلبه. معاكي حلقه ايه؟ اتصف. اختك اتضايق عليها شوربه؟
تمام. فلفها بقى على وشها، واحنا عملنا لها عملية تجميل وخفيف. هو اتدلق في وشها؟ لا، الصهد بقى على وشها. الشوربة اتدلقت في وشها، أنا سامعة صح. لا، الصهد بتاع الشوربة ده على وشها، والشوربة الصهد طلعت بتاع على الشوربة جرحها. بتاعت. تمام. ليك أي سؤال يا دكتور؟ طيب الكلام ده بقاله قد إيه إيمان دلوقتي؟ شهرين شهرين. الجروح التأمت بس، تماما؟ وشها خف، أيوه خف، بس تارك تشوهات. ودراعها اللي قاعدة الكلب. نعم بص على الكاميرا. ادراعها قاعد مكلتع كده مكالكة. طيب يا إيمان هرد عليكي. ماشي خلاص، ماشي يا إيمان، أوكي هنرد عليكي دلوقتي، الدكتور هيرد عليكي. طيب هو أخت إيمان اتعرضت لحرق ببخار، ده اللي أنا كنت بقوله، إن البخار درجة حرارة الشوربة بترتفع، يعني البخار طلع أصعب وبعدين طبعا من البخار الزيت. أصعب من المية السخنة، تمام. لأنه بياخد درجتين، يعني بياخد كميتين حرارة عشان ينتقل إلى بخار. فهو بتقول إنها جت في وشها وفي دراعها، وقعدت طبعا شهرين، فمما يدل شهرين دي معناها انها كان حرق عميق، رغم عميق. الى حد ما الميه ما بتعملش حروق عميقه زي الحروق الجافه مش زي النار. فدي اكيد تركت في وشها بعض التشوهات، وبتقول ان في حاجه مكلكعه في دراعها. اللي بتكلكع في دراع دي بقى الندبه المشوهه. طب هي ما راحتش تتعالج؟ انا كنت عايزه اسالها السؤال ده، ان هي ما هي راحتش اكيد بتقول لحد. اتعالجت بس تركه اثر، يعني هي اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل يمكن تكون هي مثلا من بلدنا في الريف او حاجه زي كده، انها ممكن تكون راحت احد المراكز اللي هي الغير متخصصه، او حتى المتخصصه اللي هو عالج الحرق ولغايه ما وصله للشفاء. لكن في حاجه مهمه جدا عايز اقولها لحضرتك ولازم الناس تعرفها. انا عندي حرق التئم في مرحله ما بعد الالتئام اسمها مرحله التليف. حرق اتقفل اهو خالص مثلا في الكف الايد في حرق، تمام، وخف اصبح بقى في جلد، تمام، او نسيج ليفي. بيحصل انقباض للنسيج الليفي مع الوقت، يعني بيتقفل عليه، يعني يا دكتور بيشد لدرجة ان هو يعمل تشوه ويعمل يحد الحركة. يعني لو حد اتلسع او لو على حد حاجة اتلسع، ممكن عشان كده تخلي. بقى عشان كده بنحصل الاتي، ان انا بقول ان الطبيب المتخصص اللي فاهم شاف ان في حرق جه قصاد الكوع هنا مثلا، لو انا عالجت الكوع وخف بعد ما تمام. هيخف هيشد كده، ياه استحاله يعرف يفرد دراعه بعد كده ياه نهائيا، غير لما اشقه بقى في عمليه، ده موضوع تاني معلش لفظ شق ده، انما هو ده اللي بيحصل. لكن لا، طب وانا بعالجه بقى انا بعمل ايه؟ بحط الدراع في جبيره زي الدكتور بتاع العظم بالظبط اللي بيجبس، تمام، انا غيرت الغيار بتاعي وبحط في جبيره لغايه اما الجرح بيلتئم وتستمر بعد الالتئام لفتره، بحيث انه ما يحصلش انقباض للمفصل او انقباض للصوابع او انقباض للرقبه او انقباض لاي حته في الجسم. تمام، عشان الالتئام اللي حضرتك عشان قلت عليه. الالتئام ما يشدش، اللي هي المرحله ما بعد الالتئام، ودي اخطر ما في الامر. عشان كده انا بقول لايمان لو سمعاني انها لازم اختها تعرضها على طبيب تجميل اذا كان في ندبات مشوهه او اذا كان في انقباضات بتتفك وليها عمليات كتير. وكمان دي في الوش والدراع. الحمد لله الموديوليشن او الاساليب بتاعت الجراحات التجميليه انتشرت وبقت واسعه وبقت متقدمه جدا، فمش عايز الناس تياس. طب كويس، مثلا يعني ما تقلقيش يا ايمان، في حل، في حلول ان شاء الله. ان شاء الله. ايه يا دكتور مضاعفات الحروق وعلاجها؟ تمام. في الحروق ليها مضاعفات سريعه، سريعه انا بشوفها في يوم الحرق. حد حصل نار، تمام، المضاعفات دي ممكن تبقى الحروق، الدخان، اختناق، ممكن تورم الاحبال الصوتيه واختناق لمجرد الحراره العاليه والدخان. ودي بتحصل على فكره مش للمحروق بس، وللي بيطفي. اللي بيطفي طبعا، يعني واحد شهم شجاع دخلها حريقه دخل بقى بيسعف، ومش عارفه الدخان ممكن يخنقه. ها، هو ده هو مش دريان بقى وبيطفي والكلام ده كله، لكن بدون اسلوب علمي. تمام، فبالتالي حصل ايه؟
حصل ان الدخان خنقه، تمام، ضحيه شهامته. ولذلك احنا بنقول دايما اتجاه الايه، الاطفاء يبقى في اتجاه، في اتجاه الريح. يبقى انا واقف بطفي، الريح بتساعدني في التطفئه، وفي نفس الوقت الدخان بتاع النار والطفايه ماشي في اتجاه الريح. انا يبقى ماشي في نفس الاتجاه ده، ما يكونش في الاتجاه اللي في وشي، في الاتجاه العكسي. ما جيش النار تبقى جايه عليا كده واقف قدامها وبعدين اطفي وهي جايه عليا ودخان الطفايه والدخان جاي في وشي يجي عليا اتخنق. ده يبقى احد المضاعفات السريعه للحرق الاختناق. طيب تمام جدا. الحاجه الثانيه من مضاعفات الحرق السريعه الصدمه. الصدمه دي كلمه صدمه يعني ايه؟ كلمه صدمه طبيا يعني انخفاض شديد في الضغط، زياده اختلال في ضربات القلب تؤدي للوفاه من الالم الشديد. صدمه اسمها صدمه، ليها مسمى معين في الجهاز العصبي. من كتر الالم يحصل صدمه، انخفاض في الضغط ووفاه من الصدمه. تمام. دي مضاعفات الحرق السريعه. في مضاعفات متاخره شويه بقى اللي هي ايه؟ التلوث. اللي هو ساب الحرق يومين ما غيرش غيارات معقمه، وده اللي انا برضو عايز اكد عليه يا جماعه، غيارات الحروق كلها لازم تبقى معقمه. مريض الحرق عندنا بيخش المستشفى، غرفه العمليات مش العياده. يعني كما لو كان جراح قلب هيفتح صدره او بطنه. الحرق يحترم كما لو كان جراحه كبرى نظيفه، لان تلوث الجلد لمساحه كبيره شيء قاتل وخطير جدا. يبقى المضاعفات الثالثه بالنسبه للحرق لو تلوث الجلد، تلوث والصدمه التسمميه، ودي نوع تاني من الصدمه، مش صدمه الالم، لا صدمه التسمم، لان البكتيريا طول ما قاعده بتفرز في سموم بتجري في الجسم تعمل كل حاجه وحشه. تمام. دي مضاعفات الحرق. مضاعفات متاخره بقى اللي هي المضاعفات الايه، مضاعفات التشوه، قلنا الانقباض، وقلنا الندبات المشوهه، والمضاعفات اللي هي الاساسيه والاكيد واللي ما تقلش اهميه عن الالم الجسدي اللي هي الالم النفسي للحرق. طيب يا دكتور انا عايزه ارجع لك في حاجه، بما ان احنا داخلين على الصيف والله اعلم بقى هنروح نصيف ونقضيها ولا هنقضيها لسه في البيوت، لسه مش عارفين الظروف ان شاء الله. يعني كورونا هتعمل معانا إيه؟ لو حصل وربنا اراد والناس نزلت المصايف والاطفال رايحين البسين او رايحين البحر، المفروض الام تتعامل مع الطفل ازاي؟ تمام، علشان ما يحصلوش الحروق. احنا فهمنا دلوقتي ان الحروق لو اتقشرت دي غلط، احنا كنا عندنا فكره زمان ان الجلد لما يتقشر انت هتبيض كده وتبقي بيضه وجميله وخلاص القشره الوحشه دي راحت وبنجدد الجلد. لا لا. كان عندنا اتجاه فكري كده. طيب المفروض الام تعمل ايه مع اطفالها ساعه البسين والبحر والحاجات دي؟ المصيف مش كله بحر. المصيف اجازه نستمتع بالاجازه بعيد عن ان احنا نصيب نفسنا. مين قال ان انا اجي انزل البلاج او البحر؟ الاطفال او يا دكتور اول ما بيشوفوا البول الظهر لغايه الشمس بينزلوا. لا، انزل البحر بدري قوي، ايوه، او متاخر شويه ان شاء الله. يا دكتور ازاي يا دكتور؟ طبعا لا مش عايزه كلام. المصايف عند الناس طب خلينا بس واقعيين. المصايف عند الناس ايه؟ بيسهروا طول الليل، تمام، لغايه الساعه 4 و5 صح؟ ما هو الفجر، يناموا لغايه الساعه 12 1، نبدا نصحى الصبح بقى، نصحى اللي هو الظهر، ماشي، نفكر ايه، نحضر الغدا بسرعه ونطلع بقى على البول على البسين. فنبتدي من الساعه 1 او 2 الظهر البول والبسين لغايه 5 6 كده. نصلح المفاهيم الخاطئه دي يا جماعه المصيفين. استمتع بمصيفك بدون ما تضر نفسك. الاشعه بتاعه الشمس دي اشعه تراكميه مسرطنه، وانا بقولها اهو. قول لهم من الساعه كام للساعه كام يا دكتور؟ فتره الصبحيه اللي هي لغايه الساعه 10. تمام، من 7 ل 10، والساعة اللي هي قبل الغروب. طب خلاص الناس اللي بتسهر تكمل السهرة بقى، تروح على البلاج بس كده وتنام الساعة 10. بعد كده انزل اقعد طول النهار احرق جلدي، وجلدي يصاب بعد كده بسرطان جلد لمجرد ان انا صيفت. وقلنا تأثير تراكمي، يعني اللي يتعمل السنة دي مش راح لمجرد ان الواحد جلده قشر وخف، لا، التأثير تراكمي وموجود بيتخزن للسنة اللي بعديها وللسنة اللي بعديها. والستات اللي بتقعد على البلاج وتقول لك انا هعمل بقى، لا، اللي عايزه تعمل تان في كريمات تان، مش لازم الشمس دي كريمات تان، في كريمات تان تعمل، لكن الشمس بتبقى مضره. طبعا طبعا، يعني بيقعدوا كده بيقول لك ايه، انا هاخد بقى الشمس بتاعت النهارده دي عشان كده ترجع من المصيف يقولوا انها صيفت. ما احنا كلنا مش هنصيف، خلاص انسوا الموضوع ده وهاتوا كريمات تان وبلاش تعرضوا للشمس. تمام يا دكتور. طيب بالنسبه دلوقتي انا كده فهمنا ان الاطفال يعني تقريبا هنتعامل معاهم ازاي،
بس ما تقدرش تتحكم فيهم يا دكتور. يعني خلينا موضوع السان بلوك ده من الحاجات الحلوه، وبرضو انتقي براند كويس يبقى يوسفول. والسيدات برضو لو هتحط سان بلوك على الوش بلاش. طب ممكن تقول لنا ايه الماده اللي تبقى فيه من غير اسم؟ يعني ايه الماده الفعاله اللي فيه تبقى لا فيها لا ماده هي ايه؟ حاجات زي السيليكون والحاجات دي كلها بتسمح بنفاذ بعض الاشعاعات، والاشعاعات الثانيه بتعكسها. اصل احنا الاولاد بيطلعوا ماشي بندهنهم ماشي سان بلوك وبينزلوا وماشي وبيطلعوا تاني، انا يعني بالنسبه عندي لا يعني بيسودوا يا دكتور، بيتحولوا لسواد. في حاجه انا عايز اقولها لك، في ناس بتبقى متصوره انها لو دهنت سان بلوك هتقعد بيه طول النهار. هو المفروض كل ساعتين، انا فاهمه كده صح؟ هو خلاص بقى مجرد الواحد معرق ونزل مش عارف مثلا، فلازم هتحط تاني. ومع البسين والبول هو جوه بدون مش بينزل بدون شيء، اصل هي مجرد ايه، هي مجرد طبقه كريم بتبقى شويه جريزي بتمنع دخول الايه الاشعاعات الكونيه، لكن بتعدي السخونيه للاسف. يعني بتعدي، زي انا عايزك تتخيل السان بلوك ده عباره عن الازاز بتاع بيتك لو الشمس داخله، تمام، بيدخل الحراره بس ما بيدخلش الاشعاع الكونيه الضاره. بس هو مهم جدا. وموضوع تقشير الجسم ده مش صح، خطر جدا جدا، خطر حرق جدا. تقشير ده حرق درجه اولى. كان عندنا فكر غريب قوي مش فاهمه ليه. لا 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 ده لدرجه بشوف ناس ده بيجي بعد المصيف احيانا بدرجه حرارته بتعلى وجسمه مش عارف ينام. ده في ناس تقول لك ايه، انا هستنى شويه بقى عشان ايه جسمي يقشر، لا هقعد شويه كده في الشمس عشان لما جسمي يقشر كده ايه استريح. لا 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 خالص، ده كده ده بيحرق نفسه، صح للاسف يا دكتور. احنا كده خلصت حلقتنا النهارده، وبجد انبسطت جدا بوجود أنا حضرتك. سعيد برضو بوجودي معكم، ويا رب نكررها تاني. وعندنا في المستشفى عند الدكتور عاطف الحقيقة سنتر حروق محترم جدا، نتمنى الناس ان شاء الله السلامة، ما حدش يحتاجه. وتعالوا زورونا وشرفونا هناك ان شاء الله، هتشوفوا ان شاء الله يا دكتور ان شاء الله. بشكر النهارده معايا، كان معايا دكتور عبد العال دياب استشاري جراحه التجميل ومشرف قسم جراحه وحده الحروق بمستشفى دكتور عاطف نور الدين. شكرا يا دكتور. شكراً بجد بوجودك معانا. وبكده خلصت حلقتنا النهارده من برنامج كل الكلام. سلام.